اي والله اللي يسلمك واللي يعافيك. نبي اليمعة الجاية كل واحدة ورايلها معاها. وي 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 والله متنقصه حق فوفو هالقعدة. لا 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 فالك ما قبلنا. انا طول عمري احب اخوي وعزه، من خذيتي وسميتي فوفو لا تشبد مني، ما ينزل مني طاقين ولا لا. والله ايش حلو انك زينه مغير ريايل، ولا ايش رايكم يا بنات؟ تحبين مغتة اصلا هي. تعالي تعالي رزان تعالي. لقيت صرتي من حلفي تعالي تعالي. خير خير. دائما اقول رزان نصي الثاني. بعد عمري بعد عمري. وانا لحظه يبا خل اقول لها دلعي عمرك وانسي عمرك، اذا ما دلعتي روحك ما حد بيدلعك ترى. زين انتوا الحين تحالفتوا خلاص. بناتك وين؟ بناتي قاعد يلعبون بالعاب عندنا، لا تبين طاريهم الحين ينطون تكفين ابي الفكه منهم. اي اكيد لان الحين بيخربون العاب عندنا. نو وين من زين العاب ولدك الحين كلها بطقه بوميه. ما تبين الحكي؟ لا هي تبيني اليوم هي. السلام عليكم. السلام. يلا عشان تبغين خلاص الشيء اللي وراك. ترى ايمان هني، انا كلش ترى ما كنت ادري انها هي موجوده، لو ادري كان قلت لك والله. زين ليش مخترعه يبا؟ توقعت انها تكون موجوده هني. زين يعني انت مصر انك تدش؟ الاحسن ان امشي مو كذي. لا 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 والله مو قصدي، مو قصدي البيت بيتك يعني اكيد، بس انا موضوع كان ما بتصير مشاكل. يا جمان يا حبيبتي هدي، انا كنت ادري انها بتكون موجوده وانا هاي علشانها. انا بتكلم معاها بموضوع وايد مهم وهذه انسب فرصه اني اتكلم معاها. لا تشوف السلام عليكم. عليكم السلام. 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 ايش دعوه ايش دعوه ايش دعوه عليكم؟ خلصتوا الاكل كله وبعدين انا مو قايلت لكم ان انا جايه؟ هلا 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 باخوي عبد الله. هلا اختي منيره شلونك؟ هلا هلا يا اخوي. ايش المفاجاه الحلوه هذه؟ صراحه ما توقعتك تي. انا اصلا من قالت لي جمان ان انتم متيمعين اصريت ان انا اكون موجود. اي ساعه المباركه. حياك الله حياك الله. ساعه المباركه يا اخوي. الله يطول بعمرك. شلونك خالي ايش اخبارك؟ هلا يبا شلونك ايش اخبارك يا هدى؟ الحمد لله. تو ما نور البيت خالي الساعة المباركة. الله يطول بعمرك. ساعتك أبرك أيوة ومنور بهلا. الله يحفظك يا رزان. يبا أنا مو مصدقة يعني اليوم شفتك الصبح والحين شايفتك بالليل. الله يجبر بخاطرك يا بنيتي. أيفاء شلونك يبا؟ هلا عبد الله أنت شلونك شخبارك تمام؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. إيمان شخبارك شو الدنيا فيك؟ يعني مسوي فيها قاعد تسألني شخبارك؟ دعوة تهمك أخباري. غلطانة يا بنت عمي، أخبارك تهمني ولا نسيتي إن أنت أم بنتي؟ والله تضحك يا عبد الله، أول مرة أشوف ظالم ودمه خفيف. يا حليلك يا عبد الله.